في السنوات الأخيرة يعني عدد الجمعيات تاع الأحياء قفز نوعا ما على المستوى الوطني وأيضا على المستوى المحلي والجهوي، واش هاد القفزة وهاد يعني تراكم تاع الجمعيات تنعكس على مستوى الخدمة اللي تدير الجمعيات هذا ميدانية؟ هو تزايد عدد الجمعيات هو أمر طبيعي وأمر تمليه الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي من خلال أولا الوعي بالقضايا المشتركة للمواطنين وكذلك بأدوار الوظائف ديال المجتمع المدني، خصوصا إذا ما علمنا أن دستور 2011 وسع من الأدوار ووظائف الجمعيات، وبالتالي كان هناك انخراط على مستوى الجمعيات في هذه الدينامية. أولا بدأ ينمو وعي آخر غير الوعي المطلبي المنبري المرتبط فقط بالخطاب حول القضايا، ولكن تحول إلى فعل داخل المجتمع. أكيد لا يمكن أن نقول على أن الأمر سهل أو أن الجمعيات كلها يعني يمكن أن تندرج في سياق واحد أو في منوال واحد، ولكن هناك معايير وهناك كذلك طبيعة اشتغال هذه الجمعيات، تاريخها، رصيدها، معايير اشتغالها وكذلك المبادئ والقيم التي تنطلق منها. بالنسبة لبحالة اللقاءات واش يزيدوا يطوروا قدرات الجمعويين؟ أكيد التكوين هو الجسر الذي يمكن من معرفة ميكانيزمات، معرفة كل المعارف ذات الارتباط بالمجال التي يشتغل عليه المجتمع المدني، وبالتالي الممارسة هي تعلم الحياة، تعلم كيف يمكن أن نكون داخل العمليات، موقوع الآليات، الفهم، الاحتكاك بين الجمعيات. التكوين دائما هو سلاح، هو تمرين الفكر على الواقع.